المشاهدون الكرام، اسعدتم اوقاتنا اينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة اريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة اخبار هذا المساء. معكم فيها قاسم احمد، والبدء كالعادة باهم وابرز العناوين. رسالة من الرئيس افورقي للرئيس الباكر. فريق الطب البصري يجري جراحات ناجحة في مصوع. تأهيل المرأة في كرن. تركيا وروسيا وإيران تتفق على خطوات تهدئة التوتر في إدلب رغم الخلافات. الاتحاد الأوروبي يقول أن جونسون لم يقدم مقترحات مقنعة. وإيران لا اجتماع بين روحاني وترامب في الأمم المتحدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قدم كل من معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرو أبي رسالة من الرئيس السياسي أفورقي اليوم إلى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت. وتعلقت رسالة الرئيس السياسي أفورقي حول تقوية العلاقات الأخوية بين إريتريا وجنوب السودان والتنسيق الإقليمي الفاعل. وأشاد رئيس سياس أفورقي بمبادرة الرئيس سلفا كير للسلام السوداني. من جهته شكر الرئيس سلفا كير ميارديت رسالة الرئيس سياس أفورقي وأوضح الموقف الموحد لإريتريا وجنوب السودان لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بالتعاون الإقليمي، مؤكدا أهمية الجهود المشتركة. حضر اللقاء الذي جرى اليوم 17 سبتمبر في جوبا سفير إريتريا في جمهورية جنوب السودان السيد يوهانس تخلى ميكائيل. أجرى فريق أطباء البصر السوداني عمليات جراحة العيون الناجحة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى ل 424 مواطن في مستشفى مصوع. قدموا من كافة أرجاء إقليم شمال البحر الأحمر في الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر الجاري. وأوضح مدير الفريق الطبي البروفيسور محمد نور حسن تشخيص حالة 4000 شخص وتقديم النظارات والأدوية ل 1500 آخرين، وقال أن التنظيم الجيد في إريتريا يساعد لإنجاز البرنامج بنجاح. وأوضح طبيب جراحة العيون ومنسق الحملة الدكتور سامي الكيداني أن العمل الفاعل نتاج للتوعية التي جرت في المديريات، مشيرا إلى أنه بالرغم من إجراء العمليات الجراحية بالقدرات المحلية إلا أن البرنامج المنظم سنويا بالتنسيق مع فريق البصر يسهم كثيرا لتبادل التجارب. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى مصوع الدكتور برهي تسفاي أن خبرات كثيرة تكتسب من العلاقة الجيدة مع فريق البصر وإيصال الخدمات لأكبر عدد من المواطنين، وعلم بأن خدمات مماثلة ستقدم في مستشفيات كرن وعدقياح. هذا وقد زارت وزيرة الصحة أمينة نور حسين المواطنين الذين أجريت لهم عمليات جراحة العيون في إطار تفقدها تنفيذ ومتابعة البرنامج. تجدر الإشارة إلى أن أطباء فريق البصر أجروا عمليات جراحية في العيون لأكثر من 4000 مواطن في السنوات العشر الماضية. أعلنت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في التقييم الذي أجرته لمحتوى مشاركتها في مهرجان هذا العام أنها ستعمل لتقديم محتويات منافسة في المهرجان الوطني. وأشاد حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتايب بالجهود المبذولة بتضافر ومبادرات اللجنة ودعم المجتمع للتعرف على التراث والعادات الغنية، داعيا القيام بدراسات مكثفة عن التراث والعادات غير المكتشفة. وقدمت اللجان تقارير عن المميزات والنواقص منادية لوضع ميزانية كافية للقيام بالاستعدادات اللازمة وضعا في الاعتبار جغرافية وتضاريس الإقليم ونقص التجهيزات. وأشار التقرير إلى أن القصور الفني في محتويات الإقليم المقدمة في المهرجان مشددا على أهمية القيام بالتأهيل بقدرات الإقليم في الرقصات الفلكلورية والموسيقى والفن التشكيلي.
وتم التوصية لإقامة اللجنة الدائمة للفن الفلكلوري على مستوى الإقليم على أن يجري العمل لتكون البرامج المعدة في الاحتفالات الوطنية والشعبية داعمة ومقوية للمحتويات التي تعرض في المهرجان الوطني. من جانبها أوضحت المدير العام لقسم الثقافة والريادة السيدة حواء محمد أن الآراء المقدمة تساعد لإيجاد الحل، مشيرة إلى أن عدم القيام بالدراسات المسبقة كان من أوجه القصور. ذكر المزارعون بأن حفرين شيدا هذا العام في منطقة عد عدا بمديرة مندفرة بتكلفة 1.5 مليون نافة خزنة مياه كافية بفضل الخريف الجيد، ويسهمان كثيرا في تنمية البستنة بالمنطقة، وأشار إلى أن الثروة المائية المخزنة أدت إلى تحفيزهم لتنمية الأراضي الزراعية التي لم تستغل جيدا لشح المياه، موضحين القيام بالعمل الجاد لاكتمال متطلباتهم ومتطلبات الأسواق بالإنتاج مرتين في العام. من جهته قال خبير التنمية المروية في مكتب الزراعة في مديرية مندفر المهندس حنوك كاستم أن تشييد الحفرين هو جزء من الأنشطة التنموية الجارية لحفظ المياه والتربة ومضاعفة الإنتاجية، حيث بدأ مزارعو منطقة عد عدا في الإنتاج مستفيدين من التنمية المروية. وذكر بأن الحفرين خزنا حتى الآن 1100 متر مكعب من المياه، وامتلأت الآبار في المنطقة وبدأت جرائن المياه في الأودية، مما خلق ذلك تأثيرا إيجابيا في المنطقة. بدوره أوضح مدير مديرية مندفر سيد هزق ياسو هبته أن البنى التحتية التنموية التي شيدتها الحكومة ولا زالت تشيدها بانصرافات كبيرة ظلت تحقق نتائج مرضية على أرض الواقع، داعيا سكان عد عدا للاستفادة من الفرص المتاحة والعمل لتوفير منتجات الخضروات. تلقت 42 شابة عاملة في المصات والمديريات دورة تأهيلية في الفترة من 14 وحتى 16 من سبتمبر الجاري بمدينة كرن حاضرة إقليم عنسبة، تمثلت في الإدارة والقيادة في إطار تأمين المشاركة النشطة للمرأة في مختلف المجالات والمستويات. وناقشت الدورة التأهيلية التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة بالتعاون مع شركائه مواضيع مهمة كمبادئ القيادة والخلافات وسبل حلها والعمل الجماعي ونتائجه والحوار وإدارة المشاريع وقيم السياسة والثقافة والمرأة ورعاية الأسرة. شاركت في الدورة المرأة العاملة في مديريات كرن وحمل مالة وأصمات وحلحل وعلا برعد وقلب وحقات وهبرم. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد الدين في المناسبة إن من الأهم القيام بالاستثمار في هذا المجال لضمان مشاركة فاعلة للمرأة وضمان استمراريتهم. من جانبه أوضح حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود أن من الأولويات تأهيل المرأة علميا وضمان قيامها بدور رائد في المجتمع. قدمت الجوائز التشجيعية لطلاب مديرية ملقي الحاصلين على نقاط عالية في امتحان الشهادة الوطنية الثانوية لعام 2019. وقال مدير مدرسة جهان الثانوية الأستاذ أبو دم قبرئي يسوس إن الجوائز المقدمة على مستوى المديرية هدفت إلى تشجيع الطلاب وإرسال منافسة الشريفة. وقدمت جائزة لوحات القراءة الإلكترونية التابلت لسبعة طلاب حصلوا على أكثر من 3 نقاط، وحصل 60 طالبا من أعضاء الدفعة الثانية و30 للخدمة الوطنية على نقاط تؤهلهم للشهادة وحتى درجة البكالوريوس في امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية لعام 2019، ويعتبر هذا العدد الثاني على مستوى مدارس إقليم القشبركة. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية ملقي الأستاذ هياب قيتوم أن كفاءة الطلاب نتائج الجهد المشترك، وأن تشجيع الطلاب المتفوقين يدفع لمزيد من النجاح. وأشار مدير مديرية ملقي السيد زرعي برهي إلى أن النتيجة التي تحققت تعكس القدرات الكامنة في المديرية، داعيا لتضافر الجهود لرفع منافسة الطلاب للتقليل من التحديات التعليمية. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من تلفزيون دولة إريتريا، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
أهلا بكم على أنباء العالم. اتفق زعماء تركيا وروسيا وإيران في اجتماعهم بأنقرة على محاولة تخفيف التوترات في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، لكن الخلافات بين الدول الثلاث ظلت قائمة فيما يبدو، لا سيما فيما يتعلق بالتهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية. وتهدف قمة الدول الثلاث التي لها حلفاء يقاتلون في الحرب المستمرة منذ 8 سنوات في سوريا إلى التوصل لهدنة دائمة في البلاد، وتهدد الجماعات التي شنتها قوات الهجمات التي شنتها قوات الحكومة السورية في الآونة الأخيرة بتفاقم الاضطرابات الأقليمية ونزوح موجة جديدة من المهاجرين نحو تركيا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزعماء الثلاث اتفقوا على أن الحل السياسي ضروري لإنهاء الأزمة في سوريا. ويدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني الرئيس السوري بشار الأسد ضد مقاتلي المعارضة، بينما يدعم أردوغان إلى جانب الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين والعرب فصائل معارضة مختلفة. وقال الزعماء الثلاث في بيان مشترك إنهم يشعرون بالقلق إزاء خطر مزيد من التدهور في الوضع الإنساني في إدلب وما حولها، واتفقوا على اتخاذ خطوات ملموسة، وذلك لوقف خرق الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مسبقا بين الدول الثلاث. أعلن مسؤولون أوروبيون إثر اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورغ مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن لن تقدم مقترحات مقنعة لحل قضية الحدود الأيرلندية الحساسة، وذلك قبل 6 أسابيع من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد. وعقب المباحثات مع يونكر ثم مع نظيره في لوكسمبورغ زافييه بيتيل، تفادى جونسون المشاركة في مؤتمر صحفي معه، الأمر الذي أثار انزعاج هذا الأخير. واكتفى جونسون بتصريح وتفادى الحديث أمام عشرات من المحتجين الذين أطلقوا ضده صيحات استهجان لدى وصوله وكانوا ينتظرونه خلف حواجز أقيمت على بعد أمتار. وكرر جونسون رغبته في مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر، وأنه لن يطلب تأجيلا جديدا للموعد كما فرض البرلمان الأوروبي في قانونه. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان قصير أن اللقاء أتاح فقط استعراض الملف. قالت إيران إنه لن يكون هناك اجتماع بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أبقى البيت الأبيض على احتمال عقد اللقاء من هذا القبيل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: لا يوجد شيء من هذا القبيل، اجتماع ترامب وروحاني في نيويورك على جدول أعمالنا ولن يحدث. ورفض مسؤولون إيرانيون مرارا عقد اجتماع أو أي محادثات مع واشنطن ما دامت إيران خاضعة للعقوبات التي أعاد ترامب فرضها عليها بعد انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. كانت إيران قد أدانت في وقت سابق الاتهامات الأمريكية لها بأنها ضالعة في هجوم على منشأتي نفط السعوديتين، وقالت إنها غير مقبولة، بعد أن قالت واشنطن أنها مستعدة لرد محتمل على الهجوم. وأعلنت جماعة الحوثية اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن علي ربيع المتحدث باسم الحكومة قوله: رفع كل العقوبات شرط مسبق لا مجال للتخلي عنه لبدء دبلوماسية بناء. نحن نعقد اجتماعات عندما نكون متأكدين من أن مشكلات شعبنا يمكن حلها. الخبر الأخير في هذه النشرة: قطعت حكومة جزر سولومون العلاقات الرسمية مع تايوان في ضربة جديدة للرئيسة التايوانية ساي إنغ وين التي تسعى للفوز بفترة جديدة في يناير وسط تصاعد التوتر مع الصين. وترتبط تايوان في الوقت الحالي بعلاقات رسمية مع 16 دولة فقط، لكن الصين تقول أن تايوان جزء منها وليس من حقها إقامة علاقات رسمية مع أي دولة. وقال جوزيف وو وزير الخارجية التايواني للصحفيين في تايبيه أن تايوان ستعلق فورا سفارتها في جزر سولومون وستستدعي جميع دبلوماسيها.
وأضاف أن الصين تستهدف التدخل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التايوانية المقررة في يناير من خلال ممارسة دبلوماسية الدولار. بهذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.